بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقف اليوم لتذكير العالم بالجريمة الكبرى والاحتلال الذي وقع على شعب البحرين قبل 3 سنوات تقريبا، وهو احتلال السعودي والذي قام بانتهاك الحرمات في بلدنا البحرين من خلال ارتكاب الجرائم العظمى من هدم المساجد وهدم وسفك الدماء والقيام بجميع المنكرات التي حدثت في البحرين وخاصة خلال السنوات 3 الأخيرة. ونعجب من سكوت العالم عن احتلال أجنبي لبلد مسالم لم يرفع السلاح ولم يطالب إلا بحقوقه، وهي حقوق يعترف بها جميع العالم، وهي حقوق الإنسان، حرية التعبير عن الرأي وتقرير المصير لشعب البحرين. شعب البحرين شعب مسالم، شعب البحرين شعب يطالب بحقوقه بطريقة متميزة وسلمية، ولم يجادل على سلمية شعب البحرين أحد. ونحن اليوم نذكر العالم بالذكرى الثالثة للثورة والذكرى الثالثة للاحتلال السعودي، ونطالب بانسحاب هذه القوات الأجنبية من البحرين بأسرع وقت ممكن. نعم، هناك دلائل كثيرة تدلل، آخرها سقوط أحد المرتزقة واقعا في البحرين في انفجار غامض ووفاته، وأيضا الشهود العيان من شعب البحرين الذين رأوا بعض المرتزقة ممن يتكلمون بلهجات من غير شعب البحرين ومن السعودية ومن الإمارات، تدلل على أنهم يشاركون بطريقة فعلية في عمليات قمع الشعب وعمليات قمع المسيرات المسالمة، وأنهم موجودين هناك ليس لحماية البنية التحتية. وبالأصل أصلا شعب البحرين والمتظاهرين في البحرين لم يعتدوا على أي بنية تحتية في البحرين خلال 3 سنوات الأخيرة.